قد يكون هذا المشهد اعتيادي، طفل يلعب مع عصافير صغيرة، لكن الأمر ليس كذلك إن كانت هذه آخر أيامه. زكريا دخل المستشفى قبل عام ونصف بسبب إصابة بسيطة في رأسه، وخرج منها حاملا لأخطر مرض في العالم، الإيدز أو ما يعرف بالعوز المناعي. انتقل إليه المرض عن طريق دم أعطي إليه في المستشفى آنذاك، تلقاه من شخص قد تبرع في وقت سابق ولم يكن يعلم بأنه مصاب. خلينا له بطل دم من المستشفى بنسينا، ظليت أعاني به ووديته دكاترة، لآخر دكتور اكتشف عنده مرض الأيدز. الأيدز نفسه؟ إيه الأيدز نفسه. عن طريق شنو؟ إحنا 14 نفر بالبيت أخذنا فحوصات، طلع ما بينا كل شيء الحمد لله، بس هو الطفل الوحيد مصاب. لما اكتشفوا أن أكو شخص متبرع دم به هذا المرض. يعيش هذا الطفل مع عائلته وأولاد عمه، تارة يلعبون معه لحبهم له، وتارة أخرى يخافون الاقتراب منه، يخشون إخراجه من المنزل أو حلاقة شعره، ولا يجدون أي طبيب يقدم العلاج له إذا تمرض، فأي حياة هذه؟ ويعيش هذا الطفل مع مرض لا ذنب له فيه، فهو أصغر مصاب بالإيدز في عموم البلاد، ولسان حال أهله يقول: عش ما تبقى من أيامك دون أن تدري في أي ساعة ستفيض روحك إلى السماء. وسح علي شنو ذنب الطفل؟ يعني أي كادر صحي ما يقبل، يعني تروح على أي طبيب ما يقبل يعالجه. مدير صحة نينوى قال أنه قد تفاجأ عندما سمع بالقضية عن طريقنا، وقد أوعز بمتابعة التحقيق. سمعت بهذا الموضوع وفورا قمت بالاتصال بقسم الصحة العامة، وقمنا بإجراء تحقيق عاجل وفوري للتعرف على ملابسات هذا الموضوع. نحن كدائرة الصحة نينوى كإدارة مع أي حق من حقوق المواطن. منذ 7 أشهر يقاتل الأب في المحاكم، وحتى الآن لم تحسم القضية، ومهما كان السبب سواء من الأجهزة أم من الكوادر، فقد تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، هي أن هذا الطفل قد أصبح في عداد الأموات، وهذا ما يقوله لسان حال والديه. هذا الملاك دخل إلى المستشفى وهو مصاب بإصابة بسيطة في رأسه، وخرج منها وهو حامل لأخطر مرض في العالم، الإيدز أو كما يعرف بالموت البطيء. يلهو زكريا مع أيام قد تكون معدودة. أما ذويه فقد أتعبهم هذا المرض تارة، وأتعبتهم الجهات المعنية تارة أخرى، وها هم يناشدون من يهمه الأمر باسترداد ما تبقى من حقوقه إن بقي منها شيء. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.